السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق وإمام المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. نبي الله إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم. عشنا مع حياته النشاه والتكوين والدعوه والفطنه والحكمه والهجره كذلك ثم ذهبنا الى الشام مره اخرى بعد العوده من مصر وهنا تبدا مرحله جديده في حياه سيدنا ابراهيم الذي سيرزق بالولد بعد كبر سن وهنا تبدأ مشاهد جديدة أعتقد أن احنا في هذه الأيام في أمس الحاجة أن نستلهم منها الدروس والعبر نرحب في بداية هذا اللقاء بضيوفنا الأكارم فضيلة الدكتور محمد الصغير أهلا وسهلا ومرحبا أهلا ومرحبا كذلك نجدد التحية بالدكتور حاتم عبد العظيم أهلا وسهلا أهلاً ومرحبا ونجدد التحية كذلك بالدكتور عبد الرحيم العبد الله أهلا بك بكم. أهلا بكم ومرحبا دكتور عبد الرحيم في الحلقة الماضية تكلمنا عن سيدنا ابراهيم عندما خرج من مصر. وهنا نحن بصدد مرحلة جديدة وهجرة ثالثة ستكون هذه المرة من الشام إلى أرض غير ذي زرع. في يعني هذه الهجرات المتكررة وهذه الأسرة التي تعيش مرحلة جديدة مرحلة تكوين اسري الآن أصبح عندنا أسرة بملامحها تتكون هذه الأسرة سيكون لها شأن عظيم كيف ترى تكوين هذه الأسرة هذا البيت الإبراهيمي نعم هذه الحادثة بذاتها تحكي قصة التسليم نعم لله سبحانه وتعالى من إبراهيم عليه السلام ومن هاجر نعم فإسماعيل هذا الطفل الصغير عليه السلام حول مع امه ليقام تحت ظل تلك الدوحه الشجره الكبيره م. فوق بئر زمزم احنا اولا كده رزق سيدنا ابراهيم بسيدنا اسماعيل من الام هاجر نعم في, في هذا الشام. الوقت السيده ساره لم ي... لم تكن لها انجاب ولم يكن لها نعم. اولاد نعم نعم وهنا سن سيدنا ابراهيم تقريبا في الثمانينات تقريبا يعني نعم نعم او في ينيف عن الثمانين نعم صحيح نعم فيوضعون يوضعون هناك في تلك البيداء من الارض التي ليس فيها أحد لا إنس ولا طير فتسليم هاجر بعد تسليم إبراهيم عليه السلام عندما تلحقه وتقول إلى من تتركنا كيف تتركنا بهذه البيداء فلا يجيبها ثم تسأله آه الله أمرك بهذا نعم فيقول لها نعم فتقول إذن لن يضيعنا، فهو الايمان العميق والتسليم التام من هذه المرأة المؤمنة الصالحة. وهنالك كانت الحكمة ليكون هنالك أناس يعبدون الله سبحانه وتعالى ويحيون ذكره في هذه الأرض. فكان بئر زمزم ثم مجيء قبيلة جرهم اليمانية وهم مسافرون رأوا الطير تحوم فعرفوا أن هنالك ماء وجاءوا وكانوا منصفين فهاجر رضيت أن يجاوروها بشرط أن يكون الماء لها فرضوا بذلك وكير إسماعيل وتزوج منهم ثم طلق ثم تزوج وهكذا كان إسماعيل نبيا في تلك الأرض فكان نبيا لمكة وما جاورها ولليمن وما حولها فمن نسل ابرا اسماعيل عليه السلام كان الرسول الخاتم محمد صلى الله, صلى الله عليه وسلم لان الانبياء جميعهم من بعد ابراهيم عليه السلام كانوا من ذريه اسحاق نعم عليه السلام هنا بيت واسره تتكون يا دكتور حاتم بعد طول غياب وحاجه ماسة واشتياق شديد الى الولد يؤمر الاب أن يحمل الطفل الرضيع إلى صحراء جرداء لا زرع فيها ولا ماء. مشيت في الحقيقة يعني غاية في الـ الـ يعني التأثير القلبي على قلب أب يعني يحتاج إلى دفء وحنان ابنه. الحقيقة أن سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام ضرب المثل في كل مراحل حياته. آه. وضرب المثل الكامل فأتمهن. سيدنا إبراهيم عليه السلام بعد أن رزق بالولد كما تفضلت على طول انتظار أمر ليس فقط أن يهاجر ويترك مكان أم إسماعيل ومكان إسماعيل إلى مكان آخر، لا ده أمر أن ينقلهما إلى بيداء لا أثر فيها لحياة الله صحيح الله عز وجل أعلمه أن هذا مكان البيت وأنه يوما ما ستؤمر هنا أن ترفع قواعد البيت لكن التكليف الآن أن تنقل هاجر وإسماعيل إلى هناك. م. أي قلب أبوي وأي قلب إنساني يتحمل هذا آه. الابتلاء العظيم. لكن إبراهيم إمام التسليم لله رب العالمين. حاضر. ويتركهما لا طعام ولا شراب اللهم إلا زاد الراكب سينتهي ما معه من الماء بعد قليل. سويعات أو أيام على الأكثر والطعام وكذا ماذا يفعل إبراهيم بعد ماذا تفعل هاجر بعد وإسماعيل عليهما السلام يعلم أن الله عز وجل الذي أنجاه من النار وسلب منها خاصية الإحراق سينجي زوجه وولده الله. من هذا الابتلاء العظيم والحقيقة أنه لما تتأمل في وظيفة المرأة في حياة إبراهيم تجد عجباً خلينا نرجع خطوة للوراء إلى السيدة سارة نفسها أيوة. ونعود إلى هاجر مرة أخرى سارة هذه التي كانت فتاة صغيرة وخرجت مع إبراهيم بعد أن تزوجها من بابل م. وظلت حياتها كلها مهاجرة معه لله رب العالمين الله ما نقل أبدا أنها تبرمت ولا أنها ثقلت عليها الشقة ولا أنها اشتكت ولا أنها قالت يا إبراهيم لاستقرار فطرة وغريزة وحاجة م. أريد أن يكون لي بيت وأن يكون لي وطن لم تفعل سارة ظلت طيلة حياتها تجاهد مع إبراهيم لا. والقرآن الكريم لا يفوته أن يسجل لها كرامتها الله م. في مشهد الملائكة لما تجسدت في صورة ضيف ودخلوا على إبراهيم القران الكريم يسجل انه ابراهيم عليه السلام فما لبث ان جاء بعجل حنيز, حنيز او عجل سمين مشوي تمام فقربه إليه. فما لبث يعني خد وقت قليل جدا واعد طعام للضيفان وسيدنا ابراهيم كان ابو الكرم وكان طيله حياته لم ياكل مره واحده واحده م. كل ما ياكل لابد ان يستدعي ضيفان ليأكلوا معه ومين بقى اللي شايل العبء ده كله السيدة سارة طيب هل تبرمت أبدا ده القرآن الكريم بيسجل لقطة مهمة جدا في فهم وظيفة ودور وعظمة السيدة سارة آه. لما إبراهيم فما لبس أن جاء بعجل, بعجل سمين أو حنيز أين سارة وامرأته قائمة الله طيب لماذا قائمة وراء الباب تنتظر أي طلب من إبراهيم م -م. لم تقل يكفي انه اعددت عجلا حنيزا ده عقبال العجل ده ما يتجهز ويتشوى يعني جهد كبير صحيح ابراهيم كان يعون ولكن وامراته قائمه فضحكت قائمه منشرحه الصدر متبسمه وانا اميل الى تفسير فضحكت على ظاهري معناها لانه محتمل مقبول ولا يحاد عن الظاهر الى غيره الا لضروره وهذه صورة المرأة الثابتة الصابرة المطيعة لزوجها المبتسمة رغم ما تتحمل من المشقة تستحق في هذا المشهد وفي هذا الموقف أن تبشر الله بإسحاق فبشرناها بإسحاق الله الله ومن وراء إسحاق يعقوب كمان ده في إسحاق وفي يعقوب بعد منه ده إسحاق هترزق بولد واسمه إسحاق وهيعيش وهيبقى نبي وهيخلف ولد واسمه يعقوب وهيعيش وهيبقى نبي أيوه ويخلف ولد بس وبيع... اسمه يوسف بإسحاق ومن وراء اسحاق يعقوب انه يعقوب اخو اسحاق. <applause> لا يعني ابنه. آه. تمام؟ <applause> وبعدين السيده ساره يعني تذكر كرامتها على هذا النحو. ويبقى ابنها ده والدا لكل النبوات الاسرائيليه. ما هو يعقوب اللي هو اسرائيل هيبقى في ذريات النبوه. فساره رزقت الولد اكراما لها وكان في ذريتها في ذريه ولدها كل النبوات الاسرائيليه فرع من فرعي النبوه الابراهيميه. وهاجر هي الاخرى صاحبه التضحيه لا تقل تضحيه عن ساره صحيح ده لسه عروسه ما عداش عليها سنه ورزقت بولد وابنها رضيع وعيونه فساء وتحمل وهي في هذه الحاله الى بيداء آه. فتقول سمعا وطاعه وتعيش بابنها لن يضيع ايوه الله. وتنشا على تحت قدميها حياه اذا كانت ساره عليها السلام شاركت في انشاء قرى ومدن فهاجر عليها السلام انشات وتحت قدميه انشات ام القرى وام المدن وانبع الله من تحت قدمي وليدها اعظم نبع ماء على ظهر الارض وجعل الله هذا المكان الذي اواها اليه ابراهيم مركز الحياه ومركز الارض نعم واطهر واشرف واعظم بقعة على ظهر هذه الارض فوظيفة دور المرأة وظيفة المرأة في حياة إبراهيم مشاركتها له في الهجرة وفي الجهاد وفي الدعوة وفي العمران ظاهرة سواء في شخصية سارة عليه السلام نعم. أو في شخصية هاجر عليه السلام لكن قلب الأب هو الأب برضه يا دكتور محمد، يعني رغم إن هو نبي مرسل مكلف سمعاً وطاعة لكن رق قلبه للوليد الصغير وأمه في الصحراء فدعا ربه وقال: إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليه فبرضه يعني الأب مشغول بقضية الأبناء أنا مش عايز منهم شيء غير بس أنه يقيم الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليه يعني كيف رأيت هذا المشهد وهذه الأسرة التي بدأت تترعرع وترعرع في المكان نفسه يعني هي الذي تكونت معها المكان والمناسك الحج كلها جاءت على هذه الأسرة وكذا وهذا البيت الابراهيمي الاسماعيلي بقى بعد كده كمان فنجد الطاعه لله سبحانه وتعالى والسلام كيف رايت هذا المشهد؟ الحمد لله والصلاه والسلام على سيدنا رسول الله وبعد هذه الاسره سواء الجزء اللي خاص بالسيدة ساره م. والجزء الاشهر والاكبر الخاص بالسيدة هاجر يجعل الانسان من البدايه كما تفضل الدكتور عبد الرحيم القضية قضية تسليم وهذا سجله القرآن فلما أسلم وتله للجبين في حق إسماعيل وإبراهيم وانظر كيف يسوي الرب الكبير في التسليم والانقياد والإذعان بين خليل الرحمن النبي المكلم وبين الفتى اليافع الصغير نعم. لكن التسليم لأقدار الله وهذا مهم مدارسة هذا القصص يعني لما بنسمع في كل سير الأنبياء والأولياء والصالحين والفاتحين نجد منهم تسليما لأقدار الله يقود إلى تمكين بإذن الله تعالى، <applause> فلما العجلة ولما اليأس ولما القنوط آه اليهود يغمزون هاجر ويقولون نعم هي زوج إسماعيل ولكن <applause> نحن نعم يا زوج <applause> إبراهيم وأم إسماعيل لكنها كانت خادمة كانت <applause> أمه ونحن من سارة مم. السيدة. السيدة التي من نفس القبيلة هذه طبعا هي العنصرية اليهودية البغيضة السيدة هاجر كانت من بيت حكم كريم في مصر مصر كانت دولة حضارية لها قوانين وكان فيها انقلابات كما فيها احتلال من الخارج قبل ما تبقى شبه دولة آه <applause> ولن تكون هؤلاء يرون هكذا لأنهم أقزام فهم أقل من أن يروا مصر على صورتها او على حقيقتها فاقدار الله عز وجل ان تكون العبوديه والرق لهاجر كالعبوديه والرق الذي سيكون ليوسف آه. بدايه الاصطفاء والاجتباء والتمكين والا بقوانين الارض والكون ما الذي يجعل هاجر تكون ام لامه ياتي منها سيد ولد ادم الله هجرة هاجر وإسماعيل هذه كانت بداية تهيئة الخريطة لاستقبال سيد الخليقة سيدنا محمد صلى, صلى الله عليه وسلم احنا اتفقنا أنه ما من نبي بعد إبراهيم إلا من نسل إبراهيم نعم. وإبراهيم جاي من بابل ليس عربيا والنبوة حصريا فيه فيتعرب جزء من نسله نعم حنا عندنا العرب عرب عربة مستعرب. وعرب بايده وعرب مستعربه لذا الشيخ غزالي رحمه الله كان يقول انا مصري عربني الاسلام الله انا الله. مصري عربني الإسلام. الاسلام فسيدنا اسماعيل ودي كان رد في الشيخ غزالي على القومي القوميين العرب وعلى الجاهليين البدو م. العروبه والعربيه قالوا من افضل العرب قالوا محمد قالوا طب مش عربي لو بال 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 بالدي إن إيه بالأنساب بتاعتكم بالرجوع إلى المآلات إسماعيل مش عربي مم. يبقى الموضوع ليست العربية كما قال صلى الله عليه وسلم من أحدكم بأب أو أم وإنما العربية اللسان نعم. يبقى الناس الذين لا يحسنون قراءة خطاب مكتوب ومعد يقول لك رئيس أكبر دولة عربية بأي صفة أي. أنت أنت لا تحسن لغة العرب والمتجين. ولا حتى قراءه الفاتحه لا يفوتنا هنا في اخر الحلقه ان نتكلم عن مشهد الذبح لكن قبل الرحمن. الذبح في بشاره آه. حدثت لهاجر اه كان قال المحليه الدكتور حاتم آه. انه الذي وانت تسال عن عواطف الابوه ايوه الذي ثبت قلب ابراهيم ان الله امره بهذا ايوه وهذا ما استراحت له هاجر لما اطلعها عليه لكن كما روى البخاري في صحيحه لما استقرت هاجر وفي وحشه مكان موحش م. لا شك جاء جبريل واشار لها الى موطن البيت الله. كما في روايه البخاري قال لها هذا بيت الله يبنيه هذا الولد وابوه م. ولن يضير الله اهله ابدا. الله اكبر يعملوا ترفيه يعملوا تشويه لكن ستبقى هذه البلاد هي بلاد ابراهيم واسماعيل هي بلاد محمد صلى الله, عليه, صلى الله وسلم عليه وسلم وبلاد اهل الاسلام ويكرم الله تعالى مصر جميعا ان تكون اخوال اسماعيل جد النبي وان يكونوا اصهار للنبي محمد صلى الله عليه وسلم حيث قال ستفتح عليكم مصر حديث مسلم وهي بلد يسمى فيها القراط فاستوصوا باهلها خيرا فان لهم نسبا وصهرا نسبا مع اسماعيل وصهرا مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الاسره الابراهيميه وهذا البيت الابراهيمي العظيم حقيقه يعني يعلمنا يوما بعد يوم دروس كثيره جدا، تابعونا لتعرفوا كيف تكون هذه الدروس، نرجو منكم المتابعه. في واحة المرسلين ما يسعد الطيبين ويرشد الصادقين لجنة الخالدين في سيرة الانبياء ومسيرة الاصفياء ما ينفعون ارفعوا الصالحين من تائب وصبور ومجاهد لا يخور وشاكر بسرور لخالق العالمين وطاهر وعفيف وناصر ضعيف وانا ولطيف وصادق